ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة ثقافة ومعلومة في كل مكان. النهاردة معاد حبايبنا الحلوين مع قصة سيدنا يوسف. نبي الله يوسف عليه السلام ابن نبي الله يعقوب عليه السلام، وكان يعقوب يحبه حبا كثيرا ويعطف عليه أكثر من أخوته، فحسده إخوته على محبة أبيهم له، واتفقوا فيما بينهم على إبعاد يوسف إلى أرض لا يعود منها أبدا. وذهبوا إلى أبيهم يطلبون منه أن يرسل معهم أخاهم يوسف كي يرعى معهم الغنم ويلعب، وظلوا يلحون عليه حتى وافق أن يذهب يوسف معهم. فلما خرج يوسف معهم إلى البرية ألقوه في البئر ونزعوا منه قميصه ولطخوه بشيء كثير من الدم، ثم رجعوا إلى أبيهم عشاء وهم يبكون، وادعوا أن الذئب أكل يوسف وهم كانوا عنه غافلون. ومرت جماعة من المسافرين بالبئر، فلما رأوا يوسف أخرجوه من البئر، ثم قاموا ببيعه في سوق مصر إلى عزيز مصر بثمن زهيد. اتربى يوسف في مصر وظل بها وقتا طويلا إلى أن صار وزيرا على خزائنها. مرت سنون شدة وقحط على الناس، فرحل إخوة يوسف من البادية إلى مصر يطلبون الطعام، ودخلوا على يوسف فعرفهم ولم يعرفوه، ثم أخبرهم بما صنعوه به وكشف لهم عن شخصيته، فتعجبوا وقالوا لقد فضلك الله علينا وأعطاك ما لم يعطنا، إنا كنا مخطئين. فعفى عنهم، وطلب يوسف عليه السلام منهم أن يأتوا إليه بأبيهم وأهلهم أجمعين لكي يقيموا معه في مصر. ودي كانت قصة سيدنا يوسف عليه السلام. إذا عجبتكم القصة اعمل لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. استنونا أول كل خميس من كل شهر مع أجمل وأرق تحياتي وتحيات أسرة ثقافة ومعلومة.